سنوات فأكثر في شوط التكافؤ تندفع على بركة الله شخيل التكافؤ حتى تصنيف 80 بمشاركة 18 رأس تمثلها 17 شعار. أين عبية المحمدية في الانطلاقة؟ هنا نشاهدها تحاول خطف الانطلاقة، خطف السياج، تبدأ إلى المركز الأول عبية المحمدية ابنة واركوماند مع عبد الله العظيب تحاول الانطلاق. هنا نشاهد أيضا المحاولات للاندفاع من أسد ابن لوبدي فيغا مع الكسس مورينيو، هو الآن يخطف السياج، بينما نشاهد المحاولات من بيرتو دي فيغا ابن لوبدي فيغا مع لويس موراليس. ثالث المراكز لكراغنسكي ابن دباوي بشعار رفع الغريبان مع ايدي كاسترو، والدفع القوي لداجين تي جوي ابن كيتس جوي مع سالم العجمي، بينما عبية المحمدية لا زالت خلف الأسماء المتصدرة في موقع ممتاز. عبد الله العظيب بدأ يطلب منها الانقضاض، وهنا نشاهد الأحمر يدخل بكل قوة عبر نوبيدز جوك ابن بارتيكل اوف جوك مع راموس تحاول الانطلاق من الخارج إلى المركز الأول. هنا نشاهد أسد ابن لوبدي فيغا بجوار السياج، بينما الضغط القوي من كراغنسكي ابن دباوي إلى المركز الأول. كراغنسكي يحاول الانطلاق، وبنيورر تافرنر يساند أخوه من نفس الاسطبل. رفاع الغريبان يحضر في هذا الشوط عبر جوادين، ألف مبروك لرفاعي صنة الغريبان. إذا كراغنسكي تدريبات ناصر فواز والقيادة لإيدي كاسترو، ابن دباوي بطلا لهذا الشوط كراغنسكي. الحصان الأشقر البالغ من العمر